باعتبار أن معظمهم قضوا في الحبس الاحتياطي المدة المقررة لحبسهم. وتعقيبا على قرار السلطات البحرينية الفراج عن المعتقلين السياسيين من النواب، قال إبراهيم مطر النائب السابق في مجلس النواب البحريني إن الموقف السياسي المحتقن في البحرين سيؤول إلى الاستقرار بمجرد البدء في جملة إصلاحات حقيقية على حد تعبيره. احنا على قناعة بأن الأوضاع راح تهدأ بشكل سريع مجرد ما يكون هناك توجه إلى إصلاحات حقيقية في البلد، مجرد ما يكون هناك توجه إلى وقف كافة أشكال الانتهاكات اللي كانت سارية في الفترة اللي طافت. نتمنى أن الفترة القادمة تكون فترة فيها الاستقرار، فيها الهدوء، فيها التطور السياسي في البلد إن شاء الله. ندد برلمان